أيضاً امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو عن إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، واللي بيتم تقديمها السنة دي تحت شعار تعاون الجنوب جنوب وشباب عدم الانحياز، بيشارك فيها 150 شاب. تواصل، تدريب، استثمار للطاقات، تدعيم للروابط بين الشعوب، مفردات تختصر الهدف والفكرة من منحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تأتي في إطار حرص من القيادة السياسية على تعزيز دور الشباب محلياً ودولياً. وفي نسختها الأولى شارك 120 شاباً من 28 دولة إفريقية، بينما شهدت النسخة الثانية مشاركة 150 شاباً من 41 دولة. جاءت النسخة الثالثة تحت شعار تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز، شعار حمل في طياته رسائل ودلالات. مبادرة ومنحة الرئيس جمال عبد الناصر هي معنى ومدلول فكر فيه الشباب في الحقيقة. النسخة الثالثة نسخة تم تطويرها بشكل كبير جدا، وهي ملامح قوة ناعمة كبرى. احنا 150 شاب سعداء بهذا التواجد، وهناك محاضرات ويعني ندوات وبانلز وزيارات كثيرة جدا. المرتقى هيخرج 150 سفير الحقيقة من هذه المنحة في الدول المشتركة. المردود بتاع المنحة احنا بنلمسه خلال تعاملنا مع الشباب، بتبقى الولاد جاية عايزين يعرفوا أكتر مصر، الحضارة الكبيرة اللي فيها، فعشان كده البرنامج بيكون برضو لازم يزوروا أماكن أثرية وسياحية في مصر عشان يتعرفوا على مصر. أنا لي أصحاب كتير من مصر وعندي علاقات كتير فيهن، فشفتهم كلياتهم عم بيعملوا شير لمنحة ناصر وبتكلموا عنها وقدي حيستفيدوا، فسمعت بنصيحتهم وقدمت. أول خطوات كان في عنا أبليكيشن الطلب، هو عبارة عن عدة أسئلة بالتدرج، تعريف عنك، شو الهدف. حتى أنا لاحظت كل الأشخاص المشاركين هن ذو أخلاقيات عالية. And we've been learning about how the government system of Egypt works and how we as African youth can interpret our and ideas and whatever we have learned in Egypt in our country Somalia. And I really like to thank His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi for actually giving African youth like myself to be part of this fellowship. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. It is a really great opportunity for all the people from all over the world to, I feel already absolutely energized with all the people here. You know, you have really great opportunities for discussions. We are really great. اللقاء كان مع مسؤولين كبار من وزارة الخارجية، واللي كان غني جدا بنظريات عن international relations، عن المشاكل الحالية، ونقاشات مهمة جدا وردود على أسئلة كل اليوم ليدز المشاركين. Today I got a chance to visit the Egyptian parliament here. I did the tour around the parliament, and I have been in too many places. Like was like a museum of the parliament, then the big hall of parliament, and I have been listening to some speaker. The experience was fruitful, and I liked it so much. اللقاء مثمر جدا، حوارات فعالة، مشاركة شبابية من حوالي 70 دولة. الحقيقة سعيد أنا جدا بهذا التفاعل والتواصل مع الشباب، وإن شاء الله يكون يعني بداية تعاون أكبر وأكثر فعالية بين الدول الجنوب جنوب. And I think this program is very useful to promote cooperation among all the various countries, especially the young people who will be the future leaders of tomorrow. And I think it's important that they come together for the NASA Fellowship to make friendships. Today we are here at the Swiss Canal Authority. I am so
privileged and I feel so honored to be a part of this visit. It has been such a great learning experience and I'm having to find out about how important the Swiss Canal is and the essential part it plays in international trade. It has been extremely inspiring. منحة ناصر باش تكون ليا فرصة باش نعرف ثقافة مصر أكثر وأكثر. نعرف ناس من العالم الكل ونشاركوا ثقافات مختلفة. اليوم أنا نحكي معكم من وزارة الخارجية المصرية، تعرفنا على آليات العمل في وزارة الخارجية، أيضا العرف والبروتوكولات الدبلوماسية والتنقلات الدبلوماسية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودورها الفاعل في الاتحاد الأفريقي وأيضا في العالم. تشرفنا اليوم بزيارة متحف أو بزيارة أهرامات هنا في الجيزة، وكان الأمس كنا في متحف الحضارة، كان زرنا كذا موميات، تجربة مختلفة تماما لأنني أتيت اليوم مع القادة من قادات العالم، من قادات شباب العالم، حوالي 75 دولة، فشرف لي أن أكون معهم من ضمن هذه المنحة، منحة الناصر. I think I'm going to benefit by developing my skills, by developing so many knowledge that this is possible only through this type of events. But I'm gonna develop many other opportunities. I am hoping for later work with many of these amazing people that it's here. زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع. لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. رحنا على عدة أماكن، منها أكاديمية الشرطة ومنها وزارة الخارجية واليوم قناة السويس، ورحنا على الإسكندرية. صراحة هذه الأماكن ما ممكن أنت كسائح أنك تشوفها، بس منحة ناصر قدمتنا هذه الفرصة لأن احنا ممكن نتعرف على هالشيء، ونحن راح ننقل هذه التجربة المصرية اللي صراحة أبهرتنا. احنا الشباب قادرين نعدي المستحيل، غير حلمنا وبلادنا لا ملناش بديل. وقت البنا ما فيهوش انا، دايما نكمل بعضنا، لينا ببلادنا طريق طويل علشان نرد لها الجميل. وتحيو مصر كل وقت وكل جيل، من يومها شايله الحمل مهما يكون تقيل. لاخواتها بتكون السند وبتدي خير مالوش عدد، هي الكبيره في كل شيء، هي الوطن، هي الدليل.